الشيء الاكيد يا عمرو انه الفوارق دابت، نعم شفناها سواء في منتخبات قدرت تكمل زي المنتخب المغربي او المنتخب الكرواتي، او شفناها حتى في الادوار التمهيديه في حالات زي الارجنتين في مواجهه السعوديه، الكاميرون في مواجهه البرازيل، تونس في مواجهه فرنسا، شفنا ماتشات. وحتى المنتخبات اللي يمكن تكون جديده علينا هنا كجمهور كره في المنطقه العربيه، يعني مفيش حد في المنطقه دي بيتفرج على الكره في سويسرا، مفيش حد بيتابع حاجه في كندا، ورغم كده المنتخبات امريكا اتطورت جدا، ورغم كده المنتخبات دي ادت ماتشات ولعبت بمستويات كانت مفاجاه بالنسبه لنا. ليه الفوارق دابت؟ انا عارف انه في فوارق في القيمه التسويقيه، وعارف في فوارق في مستوى المشاركات على مستوى البطولات المحليه، اللعيبه اللي بتلعب بره وبتلعب في اوروبا، عارف ان في فوارق في التاريخ والبطولات وناحيه الشخصيه وشخصيه البطل، لكن انا شايف انه في معظم المباريات فوارق كتير جدا دابت. ليه من وجهه نظرك؟ خليني اقول لك يا استاذ احمد، انا شايف ان كاس العالم 2022 في قطر ده هيكون نقطه فاصله لما بعد كاس العالم. انا شايف ان في منتخبات بالفعل خدت الجراءه بشكل قوي جدا، وطبعا على راسهم المنتخب المغربي قدر يوصل سيمي فاينال كاس العالم. طبعا ده انجاز تاريخي للكره العربيه والافريقيه، لاول مره يحدث منذ اول مره لعبوا فيها كاس العالم، فده انا شايف ان ده يعني تاريخ جايب بالسطر المغرب في قطر. وخليني اقول لحضرتك ان بالفعل زي ما حضرتك بتقول ان خلاص ما فيش فرق دلوقتي في الكوره، دلوقتي الملعب هو الفيصل زي ما بيقولوا. فريق انت تقدر يعني تكون فريق جيد تقدر تنافس على في اي بطوله زي ما حدث في كاس العالم. يمكن المغرب ودي انا شايفها تجربه يجب ان تدرس، المغرب يا جماعه ما قبل كاس العالم ان تم اتخاذ قرار انا شايفه قرار اداري تاريخي ان هم يمشوا خالو زيتش، ده مدرب كبير جدا من البوسني، ويتم التعاقد مع وليد الركراكي اللي انا بعتبره ده احسن مدرب في كاس العالم الحالي، يمكن ممكن يجي رقم 2 رقم 1 وينافس في الحته دي باللي عمله، وان هم يوصلوا للسيمي فاينال ويعملوا فريق قوي جدا زي ما احنا شايفين المغرب يا جماعه. يعني ماتش فرنسا اللي هو اقوى فريق في العالم او زي ما بيقولوا اللي هو يعني حامل اللقب، ايوه الند بالند لحد مثلا قبل ما يجي الجون الثاني كان ممكن المغرب تعادل في اي وقت، فده احنا شايفين كوطن عربي اللي احنا ده تاريخ جديد احنا بنشوفه ما كناش بنشوفه قبل كده. لا ويحسب ليهم كمان المشوار، انت بتتكلم على اصعب مشوار صحيح. في اربع فرق اللي تاهلوا بالفعل هم تعادلوا فاينل. كان التعادل مع كرواتيا، كسبوا المنتخب البلجيكي، كسبوا كندا، كسبوا البرتغال، كسبوا اسبانيا. يمكن انا شايف ان المغرب لو كانت قابلت فرق غير البرتغال واسبانيا كمجهود بدني قبل الماتش السيمي فاينال ده، انا شايف ان كانت ممكن كان فرصها تبقى اكبر من كده، اللي هي ممكن تلعب نهائي كاس العالم. يمكن هم ما قدروش في المعدل البدني القوي جدا اللي عملوه في ماتشين تقال قدام منتخبين عالميين زي المنتخب الاسباني، لعبوا 120 دقيقه، ده معدل وقت قوي جدا في منافسه زي كاس العالم، وبيلعبوا قدام منتخب كبير مع مدير فني كبير انريكي، يمكن تعبهم قوي ككوره. والبرتغال منتخب طبعا منتخب برضه عالم، وبعدين لعبوا فرنسا يعني فرنسا اللي ما لعبتش ماتش صعب غير يمكن ماتش انجلترا، ده حقيقه صح ولا ايه يا دكتور؟ ما ظهرش المنتخب حتى الفرنسي في مباراه انجلترا، ما كانش هو صاحب اليد العليا في مباراه انجلترا، وظهرت انجلترا بشكل قوي جدا امام المنتخب الفرنسي. لكن اجمالا